لأن تحية، صباح الخيرات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من مدينة بني ملال. دي الأجواء صباح اليوم من شارع محمد الخامس. أرحب بكل متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في من مدينة بني ملال. سكان جهة بني ملال الخنيفرة يطالبون المغاربة بدعواتهم، الله يرحمنا بالشتاء ويغيثنا إن شاء الله. نتمنى يعني تعتق العام الفلاحي إن شاء الله تعالى. نطلبوا الرحمة رحمة واسعة، وتنطلبوا الغيث، أمطار الخير، لأن أمطار الخير هي اللي مع كل شيء. إذن مباشرة من شارع محمد الخامس من مدينة بني ملال، أرحب بجميع مشاهدي قناة شوف تي في. هذه الأجواء، أجواء باردة صباح اليوم مع بداية الأسبوع. أتمنى لا أرحب بكل متتبعي قناة شوف تي في من مدينة بني ملال. هذه الأجواء، مباشرة من مدينة بني ملال. الأجواء العامة صباح اليوم، إلى بث آخر مخبر بحول الله من مدينة بني ملال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مع تحيات أخوكم طارق. إلى اللقاء.